بسم الله، طلبة قسم الإدارة، هنشرح دلوقتي موضوع الترانسبورتيشن. الترانسبورتيشن ده موضوع كبير شوية، لكن أنت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ده اللي مقرر عليك. حاجة بسيطة يعني، خش في الموضوع على طول. بيقول لي A firm has four factories، في شركة عندها أربع مصانع A و B و C و D، which ship their output to three warehouses. المصانع دي بتشحن البضاعة بتاعتها، الإنتاج بتاعها لثلاث مخازن، مخزن رقم واحد واثنين وثلاثة اللي هو قدامك ده، warehouse 1 warehouse 2 warehouse 3. And the capacities of the factories for 1 month. The requirement of the warehouses for 1 month and the cost of the shipping unit from each factory to each warehouse in dollars are given below. يعني إيه؟ الفاكتوري ده، المصنع ده، بيودي البضاعة اللي هو بيصنعها للمخزن. يعني أي مصنع بيودي البضاعة لمين؟ للوير هاوس. للوير هاوس كل ده بيطلع لمين؟ للوير هاوس. طيب إيه بقى الديماند وإيه السبلاي ده؟ ده الوير هاوس وده مخزن. فالمخزن ده أنا بوديه له بضاعة، فأنا هحطها عنده في المخزن. فالمخزن بيعمل عملية ديماند، فالمخزن بيقول لك ان هو يقدر يشيل 200 يونتس، والمخزن ده يشيل 300، والمخزن ده يشيل 100. اما بالنسبه للسبلاي بيقول لك ان المصنع ده بيصنع 200 وحده، فالمعروض عنده ان هو يطلعه يوديه للمخزن ده، اي مخزن منهم، هم كام؟ 200. ده اللي في ايده، ما يقدرش يديك اكتر من 200، ده اللي المعروض عنده. المصنع الثاني المعروض عنده 150، المصنع الثالث المعروض عنده 250. طيب بيقول لي المطلوب find an initial solution to this transportation problem. ديت اسمها transportation، وما بين قوسين يا جماعة ما بين في الجدول ايه التكلفة اللي جوه ديت. بيقول لك ان عشان البضاعة من الفاكتوري ايه لوير هاوس واحد هتكلفني $2، وعشان انقلها من فاكتوري ايه لوير هاوس اتنين هتكلفني $3، ومن فاكتوري ايه لوير هاوس 3 هتكلفني $4، وهكذا بقى على ايه، على كل البيانات الموجوده قدامك دي. فاحنا عندنا 3 طرق. اول حاجه طريقه النورث ايست كورنر، والطريقه الثانيه النورث ايست ويست كورنر، والطريقه الثالثه الليست كوست. ما تقلقش خالص، الموضوع تافه جدا بمنتهى البساطه. انت عندك الاتجاهات بتكون بالشكل ده، النورث يعني الشمال، الساوث يعني الجنوب، جنوب افريقيا ساوث افريقيا، الايست هو الشرق، الويست هو الغرب. الاي ايدك اليمين، تمام، الوي على الشمال بقى، تمام. اول طريقه هو بيقول لي استخدم النورث ايست كورنر. النورث ايست كورنر، نورث وايست، يعني نورث ايست او نورث ويست؟ نورث ايست، ماشي، نورث ايست يبقى ده، وبعد كده النورث ويست، وبعد كده ال ايه الليست كوست، اقل تكلفه. طيب انا هبدا انا الاول بالويست، نورث ويست، نورث ويست. ازاي؟ صلى على النبي. بص بقى، شايف الجدول اللي قدامك ده؟ هبدا اخد التكلفه دي كلها واحطها على جنب كده في الجدول، على جنب كده في الجدول. ازاي يعني؟ مش فاهم برضو، خليك معايا. شايف المنظر ده؟ اه، هتبقى الشكل اللي قدامك ده كده اهو، 2 3 4. بص على جنب اهي، كل ده على جنب اهو. برضو هوريها لك بشكل تاني برضو. بص صل على النبي، اهي كل اللي عملته انا حطيتها ايه على جنب، على جنب، كل ده على جنب، كل ده على جنب، كل ده على جنب. طيب هو بيقول لي بقى استخدم طريقة الإيه؟ هنحل أول النقطة التانية، النورث ويست، الشمال الغربي، الشمال الغربي، آدي الشمال الغربي. يعني هبدأ من هنا، يعني أنا هبدأ من أول الخلية دي، هبدأ من أول الخلية دي. طيب أبدأ فيها إزاي بقى؟ صلى على النبي. أول حاجة وير هاوس إيه؟ محتاج كام وحدة؟ الديماند بتاعه 200، فالراجل ده محتاج 200 عشان ياخدهم، يروح يعدي على مين؟ على اول مصنع. هو هيمشي كده فيعدي على اول مصنع، مين اول مصنع؟ اهو فاكتوري 1. فاكتوري 1 ده يقدر يديني قد ايه؟
المتاح عنده قد ايه؟ المتاح عنده 200، خلاص يبقى قشطه زي الفل، يبقى انا هاخد ال 200 كلهم من عنده. يبقى ال 200 اللي انا احتجتهم خلاص خدتهم، والراجل ده كان عنده 200 خلاص راحوا من عنده، يعني دي بقت صفر ودي بقت صفر. كده خلصنا من وير هاوس ايه ومن فاكتوري ايه، فاكتوري 1. نروح لوير هاوس بي. وير هاوس بي محتاج 300، تمام. طبعا فاكتوري 1 بقاش في اي حاجه، ما يقدرش يديني حاجه لانه هو خلص اللي كان عنده، فاروح على فاكتوري 2. فاكتوري 2 فيه كام وحده؟ في 150، انا محتاج كام؟ 300، فهاخد منه ال 150 كلهم اهم. فاذا ده هيبقى بكام دلوقتي؟ هيبقى بصفر. وير هاوس بي لسه محتاج كمان 150، هيروح لفاكتوري 3. فاكتوري 3 موجود فيه كام؟ 250، اقدر اخد منه الكام؟ اقدر اخد منه ال 150 كلهم اهو. يبقى كده ال 300 دول اصبحوا صفر، تمام. وال 250 ديت بقت كام؟ بقت 100، لان انا خدت منها كام؟ خدت منها 150. وير هاوس سي انا محتاج له 100، الديماند بتاعي 100، اروح اخدهم منين؟ طبعا ده خلص اللي عنده وده خلص اللي عنده، اروح على فاكتوري 3 هلاقي عنده ال 100، اخد ال 100. يبقى هي دي التوزيعه بتاعتي، 200 هنا، 150 و150 و100 هنا، اللي هي موجوده قدامك بالشكل ده. ولاحظ كده بقى، اعملها لك بقى ايه، بخط ايد. طبعا هتلاقي ان ال 200 ومعاش حاجة مجموعها 200، و150 و150 مجموعها 300، صفر وصفر و100 مجموعهم 100. لما تيجي تجمع بالعرض برضو كده المجموع 200، كده المجموع 150، كده المجموع 250. لازم مجموع التلاتة دول يساوي مجموع التلاتة دول يساوي 600، تمام. وكان مطلوب منك انك تحسب التوتال كوست، التوتال كوست تبع الطريق. التوتال كوست هحسبها ازاي بقى؟ انت عشان تحسب التوتال كوست لازم يكون عندك عدد وحدات وتكلفه. انا عندي عدد وحدات في انهي حته؟ ال 200 في 2 زائد 150 في 4 زائد 150 في 3 زائد 100 في 8، يطلع الناتج 2050. خلصت المساله. طبعا المساله بتجي لك في الامتحان بيقول لك حلها لي بطريقه معينه، يعني نورث ويست ولا نورث ايست ولا كوست ليست او ليست كوست. احنا كده خلصنا اول حاجه. طيب تعالى بقى نحل المساله على انها ايه، نورث ايست. نورث ايست يعني الناحيه دي، يعني شمال شرق. طيب ازاي يعني؟ معنى الكلام ان انا هبدا المساله من هنا. اول مره بفتكر بدات من الحته دي، تفتكر ايه؟ المفروض تبقى فاكر يعني، ما تنساش. فانا هبدا المساله بقى المره دي من العكس، من اليمين كانها بالعربي هنا. فانا في وير هاوس سي محتاج 100 وحده، هعدي على مين؟ على فاكتوري واحد، الاقي عنده 200، هاخد منه ال 100 اللي انا محتاجهم منه اهم، ودول بقوا 100. طيب طبعا ديت خلاص بقت ايه؟ بقت بصفر. خلصت وير هاوس سي، اروح على وير هاوس بي. وير هاوس بي انا محتاج كام؟ محتاج 300، محتاج 300. اخد الاول ال 100 اللي فاضلين عند فاكتوري واحد، خدت ال 100 اهم، تمام. وكده ال 300 اصبحت 200، لان انا خدت منهم 100، خدت 100 يعني، تمام. انا كنت محتاج 300، جالي 100 وفاضل لي 200. اروح على فاكتوري 2، فاكتوري 2 هلاقي عنده 150، هاخدهم كلهم. يبقى دي 150 اهي، وال 200 هتبقى كام؟ هتبقى 50. لسه محتاج 50، هروح لفاكتوري 3. فاكتوري 3 في كام؟ في 250، هاخد منهم 50، يبقى ده بقى ب 200، واحط هنا 50 وديت تبقى بصفر. اروح لوير هاوس ايه، ده محتاج كام؟ ده محتاج 200. هياخدهم منين؟ هياخدهم من فاكتوري 3، لان موجود فيه 200، هيتشالوا كده ويتحطوا الناحيه دي كده. وتعالى اوريها لك بالشكل اللي انا جبتها بخط ايدي. 0 0 200 اهي، 0 0 200، 100 150 50، 100 150 50، و 100 0 0، ادي 100 0 0.
طبعا زي ما قلت لك تجمع بالعرض هتلاقي المجموع 200 كده 150 كده 250، تجمع بالطول هتلاقي 200، تجمع كده هتلاقي 300، تجمع كده هتلاقي 100. مجموع التلاتة دول لازم يساوي مجموع التلاتة دول هيساوي 600، وأقدر من خلال الطريقة دي أحسب التوتال كوست إن أنا أضرب 200 في 1، 100 في 3، 150 في 4، 50 في 3، 100 في 4، هيطلع التكلفة كام؟ 1650. دي الطريقة رقم 2 النورث إيست. طيب تعالى نحل المسألة بالطريقة الثالثة والأخيرة، هي طريقة الليست كوست. ليست كوست يبقى أنا هبص على التكلفة اللي جوه، التكلفة اللي جوه اللي هي 4 3 2 5 4 1 8 3 1، مش دي التكلفة بالدولار؟ اه. مين أصغر رقم عندك؟ أصغر رقم هو الواحد أهو. طب أنا عندي 2 وحايد، عندي واحد وواحد، آخد أنهي واحد فيهم؟ اختار اللي يريحك، أي حاجة مش مشكلة. أنا هشتغل على الواحد ده، أنا هشتغل على الواحد ده. طيب صلى على النبي. أنا عند الواحد ده محتاج كام دلوقتي؟ محتاج 100، تمام؟ محتاج كام؟ 100، تمام. أدي 100 اللي أنا محتاجها، تمام زي الفل. خدتها منين؟ خدتها من عند الفاكتوري ده. الفاكتوري ده أصبح كام قيمته دلوقتي؟ أصبح 50، تمام. كده خلصت أول دولار، فاضل لي واحد كمان أهو. الواحد ده أنا محتاج عنده كام؟ 200. أدي 200 اللي أنا عايزهم، خدتهم من هنا. كل 250 دي أصبحت كام؟ أصبحت 50، صح؟ بص أهي، أدي 100 وأدي 200، ماشي. وبعدين كده أنا خلصت الاتنين دول، خلصت واحد دولار وواحد دولار. تعال نشوف بقية التكاليف. هتلاقي عندي 4 و3 و2 و5 و4 و3 و8. مين أصغر حاجة فيهم؟ الاتنين. يبقى أنا هروح أحط التكلفة عندي الاتنين، عليه الدور هي الاتنين. أنا الاتنين أنا محتاج قد إيه؟ أنا كنت محتاج 200 وتاخدوا كلهم خلاص، يعني ال 200 وحطيتهم كلهم هنا، فالاتنين دي مش هحط عندها حاجة، فبالتالي ما حطيتش فعلا عندها حاجة خالص، تمام؟ لأن الاتنين دي خلصانة أساسا. تفهم؟ أقول تاني، مش أنا خلصت التكلفة الواحد؟ أه. مين أصغر تكلفة في الباقي ده كله؟ الاتنين. حلو. طب الاتنين دي لو وقفت عندها أنا محتاج كام أصلا؟ دي تبع وير هاوس إيه؟ وير هاوس إيه محتاج أصلا 200، ال 200 أصلا اتحطوا كلهم هنا، تمام؟ فخلاص أنا مش هحط أي حاجة. طيب أروح على مين اللي عليه الدور؟ التكلفة الأقل، 3 3 و3. ايه اللي يريحك عادي، انا هاخد التلاتة اللي فوق دي. انا محتاج كام؟ محتاج 300، محتاج 300. هاخد من هنا 200، ادي ال 200 اهي، ولسه محتاج 100 كمان، محتاج 100 كمان. فهياخد ال 100 دي منين؟ عدى على فاكتوري 2 هتلاقي عنده 50، هتاخد ال 50 دي من عنده، فدي هيبقى بصفر. تاخد ال 50 دي من هنا، فدي هتبقى بصفر. يبقى 200 وخمسين وخمسين، المجموع هيطلع 300، تمام؟ تمام. فاضل حاجة تاني بس خلاص، انت كده كده اصلا الميتين ديت هي نفس الميتين دي، 250 وخمسين مجموعهم 300، صفر ومية وصفر مجموعهم 100. ولو جيت تبص بالعرض برضه هتلاقي 200 كده، هتلاقي 150 كده، هتلاقي 250. مجموع دول هيساوي، مجموع دول هيساوي 600 أهو. المسألة أهي، 200 صفر 50 صفر 100 صفر 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 200. وأجيب التوتال كوست إزاي؟ أضرب 200 في 1، 200 في 3، 50 في 4، 50 في 3، 100 في 1. التكلفة تطلع 1250. لاحظ كده الفرق إيه؟ التكلفة الأولى كانت ب 2050، دي تكلفة النورث ويست شمال غرب. التكلفة التانية 1650، دي تكلفة النورث ايست. والتكلفة التالتة هي اسمها أصلا الليست كوست، يعني أقل تكلفة، 1250. فهو دايما لو قال لك هات لي المينيمم كوست، استخدم طريقة الليست كوست، لأن هي دي دايما اللي هتضمن لك إنك هتجيب أقل تكلفة.
وفعلا اهي احنا بنحل نفس المساله بثلاث طرق، لاحظ انها طلعت ب 1250. ده بالنسبه لموضوع الترانسبورتيشن الجزء المقرر عليك. صل على قلبك، اذكر الله، الله سلام.